السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض بسكوت العيد. معايا 3 كيلو من الدقيق، معايا 10 بيضات، وهنا معايا 4 فانيليا، معايا 4 اكياس فانيليا، ومعايا كيس بيكنج باودر ورشة ملح، هنا معايا 1.25 كيلو زبدة، على 3 كيلو دقيق هحط 1.25 كيلو من الزبدة، دي زبدة فرن. لا يا جماعة، لا أنا أسفة، دي مش زبدة الفرن، دي زبدة نيوزيلندي، فأنا جبت هنا 1.25 كيلو زبدة من نيوزيلندي، وحطيت هنا 10 بيضات، طبعا حطيتهم في بولة كده عشان يبقوا سهلين عليا. ضربت السكر، كان معايا 1 كيلو من السكر بودرة، طحناه في البيت طبعا، طحن ضربت حطيت ال حطيت الزبدة وبطحن معاها السكر اهوت، حطيت السكر عشان اضربهم مع بعض لحد ما يدوني قوام طري كده شوية، والزبدة بتفتح في اللون، بفضل احط سكر واضرب بالمضرب، بس يعني بضرب واحدة واحدة كده عشان ما تقلش على المضرب. هنا بفضل مستمرة في الضرب، بفضل مستمرة في ضرب ال في ضرب الزبدة مع السكر. هنا بحط البيض واحدة واحدة، كل ما تختفي مني بحط التانية، يعني احط واحدة واضربها لحد ما تختفي خالص في الخليط، اروح حاطة البيضة التانية لحد ما بخلص ال10 بيضات. انا اسفه يا جماعه الاصوات اللي حواليا، بس احنا طبعا في الشارع وفي اصوات حواليا كتير. هنا خلصت البيض بتاعي، وهنا حطيت الدقيق، بحط الدقيق واحده واحده 3 كيلو، وبحاول اخفي الدقيق، ما بعجنش البسكوت، البسكوت مش بيتعجن، انا بس بخفي الدقيق بالمعلقه كده واحده واحده، وبعدين هلمه بإيدي برضو، بس هحاول أخفيه بالاسبتيولا كده لحد ما خلصت الدقيق كله. كمية الدقيق، العجينة معايا طرية ومش بتلزق، طبعا حاطه لها جوز الهند، وحاطه لها معلقة نشادر. هنا بقى البنات قعدوا، بناتي ربنا يحفظهم يا رب، قعدوا يعملوا لي بالمكنة ويحطوا على الصواني، وهنا انا اللي سويت. عند سلفتي في فرن طبعا، حاطه هي تحت في الشقة اللي تحت، بنسوي عليه كل سنة يعني. التسوية كانت جميلة زي ما احنا شايفين، وانا بسمعكوا صوت اهوت، ومخرفش وجميل جدا، وفضل والله الاخر واحده وهو ناشف وحلو، ما يعني طالما انت حافظتي عليه وحطيتي له كيس كده وحطيتيه في علبه محكمه الغلق، بيفضل ناشف لاخر حبايه. وكل سنه وانتم طيبين ومتهنيين يا رب، وعد الايام وانتم بخير. كل سنه وانتم طيبين، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، بعد الأيام وانتم بخير يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.